أزول في اللون وذني زر نذين غريسة لنة مزيغة ذنة تمدي ثايا جار نتزاير ذي الهند ترسل تثرار ثق بريد ومعاون جار نتموراه سنين الترزف مهرزف نتسلويث نتمورث الهند دروبا دي مورمار غر تزاير ترسل تنو مزرو يهمن ذق بريد وسقدر لمعالقاث نمزرو جار نتزاير ذي الهند في الخدمة يتو كمالاني ونجار نوذ شاي حلان جار نتزاير ذي الهند هي مساغ نشرك ثا استراتيجية هتوارسن ذوق مزوارو ذوق السوي السن سهر زفتي لان هتقيت هسلويت نتمورثن الهند مساد روبادي مورمو غرد زاير فتزقرثن ربعة موسان اي حبر وسلوي نتمورث مس عبد المجيد تبون سنيجي وثنت زاير اسم اسمر حابر سميذي المقر نتسلوي السلويث نتمور فن الهند ورنو تحين الرايث أغنوث توفسرن تزداث استرباع للحارس الجمهوري إلا نسيغناسة تحية شرفي ورناسة خمسان يجي وثنة زياري وسلوي نتمور فمس عبد المجيد تبون ومانيقيني سلوين توصيف ثنوس مكثيز داف النت نغمة استغنى وثوكت تمورا لجناس ورناس خمسني سلويني سنين يثرباع النت مراهي سنين ورناس يقاو سلوي نتمورث مس عبد المجيد تبون ملاقيث وثلايث إذن تسلويث نتمورث نالهند مس دروبادي مورمو ورناس يتو سيستعو ملاقيا ياس لحظور انترباعين نتموراه سنين ورن انتو ثلاثي لاني ندو سلوي نتمورث ماس عبد المجيد تبون اذن نتسلويث نتمورث نالهند ذو قوال الناس اذن نتنغمست يس مرحب ذي اسماس سلوي نتمورث نيجي وثن نتزاير إلا نهرز فدي في كلتا مزواروث نو سلوي نتمورث نالهند غار تزاير يسعدني أن أرحب من جديد بفخامة الرئيسة دوبادي مورمو رئيسة دولة الهند صديقة أرحب بها في زيارتها إلى الجزائر ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيسا للهند سبق وأن استقبلنا الوزراء الأولين اغتنمنا الفرصة هذه تواجد فخامة الرئيسة دروبادي مورمو أجرينا مباحثات مكثفة تناولنا خلالها التعاون الثنائي وآفاق تطويره من جهة وتطرقنا من جهة أخرى إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة السلوي نتمور في وكذيه ثلاثة الناس غرث نغماس فزال نترزف ثيا ذوق سقدر لمعالقاث جار نتزاير ذي الهند ذي بريد النو سقدر نو معاون فيما يخص تعاون ثنائي اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وفي هذا السياق
سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، طبعا لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. السلوين تموث يوكذ باللي زمام من الشرق الأوسط في خفن الناس هيثا فغير غزة لبنان يلا ذول انتو ثلاث جراسد السلوين تمورث من الهند. كان لي مع فخامة الرئيسة حديث مطول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. تطرقنا إلى ملفات عديدة، منها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جرى عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. وبهذا الخصوص اتفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور، وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67. ما أساس الوين تمورثي وكذ هنيا باللي تزاير ذي الهند تفنص وحاضين متى دي ولان سقزقا مولامان ذي متى سخصان أمسالتنا الصحراء ظهريت. فيما يخص منطقتنا اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها، وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. سوق غير الناس تحبر سلويت نتمورث من الهند مسادرو بادي مورمو سوسوغوري حلان وسلويت نتمورث عبد المجيد تبون من يهوكذ ثمغلي الناس يسقدر نتزاير ومن يهسبار كان يجيو ثنتزاير وسلويت نتمورث فعاوذ نفران الناس في خلتهشت. لا يخفى على أحد أن ربما مررنا بمرحلة فتور، ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. السلويت نتمورث من الهند ثناد فول تزم النسي وصقدر المعالقات جار نتزاير ذا الهند وهو كذ إذن تفريق أذين يغمن يتحبر أزال نو سلوي نتمورث يوسرسي نو معاون ظنجار نو تشايحلا. إنه لشرف كبير لي أن أقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر. هذه الزيارة الأولى مميزة للغاية وتأتي بالتزامن مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون. يرافقني الكاتب الخاص وأعضاء في البرلمان كما يرافقني وفد من رجال الأعمال. إنه يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين. أهنئ الرئيس تبون على إعادة انتخابه. رؤيته للجزائر المنفتحة حقا رائعة. سلويت نتمورث لين الهند هناد فولتزم النصف وصقدر اللمعة القاف جرنت مراه سنين الهند ذي الجزائر
وكذي ذن تفريق ماني هناد فوزان وسلواي نت مورث ذو قمعاون ذو تشايحلا. الهند والجزائر يجمعهما تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار. لدينا الطموح لتحقيق الرخاء لشعبينا. اليوم أجريت محادثات واسعة مع الرئيس تبون. أود أن أطمئن السيد الرئيس بأننا ملتزمون برفع علاقاتنا إلى مستوى عال للغاية مع التركيز على الاستثمار. أتيحت لي الفرصة للتعبير عن التزام الهند تجاه إفريقيا. المنتدى الاقتصادي المقرر اليوم سيقوم بمراجعة مشاريعنا المشتركة، وسيحدد عدة مبادرات لتوجيه تعاوننا الاقتصادي والتجاري نحو مسار جديد. أشكر الرئيس تبون على قيادته واهتمامه الشخصي ودعمه للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ذي المقارنة سلويث ديما وثلاينون غلاف وسلم ذي علاين ذو رزا وكمال بيداري ذنو ثري بالنسا هندي ونماني الله ذو قملاقيا ياهو ثلايث في الزمامات نو معاون ذو كحريش نو سلم ذي علاين ذو رزا. وماني يقاو مستشار نو سلواي نت مورث يتو كلفن سلومور الدفاع ذلمان بو مدين بن عتوه ثلايث ذنو ثري بالناس أهندي. ومن يجيني مسهال ذهن غلاف الأمور مبرا ذي غريبا وثلاين ذني ثري بننسن وثلاين ياي الذي سن من نوث النزمة ماث نمعون. وذي المقام شهيد ذي تزاير هم الغيغث بدن الزيثايا سلويث نتمورثن الهند ما سادرو بادي مورمو ومانيه السر سلبوكين النوار وهبدها دقيقة ثنوس وسمي فيما ان الشهداء انتقر ولا هم بارخ. أني جيوث نتزاير ونو ظلي في الخليج نتزاير أثروح إذنو نغلاف نو سلمذي على ينذو رزا وكمال بيداري أثروح غرو سلايا غناو نو مجاهد مني هزرام زرو ينو قاوم ذو نظل انتقر ولا هم بارخ. ومني ورناس سنيا في الزمام من ورا نو سلاي. هتو عدا هرزفنا تسلويثنا تمورثنا الهند دروبا دي مورمو غرد زاير الترسلت نوم زروي همني وصر قدر لبعال قاث جرن تموراهي سنين وماني يطرزمي ميساغي ثرارن نوم عاون استراتيجي لما تايم خلفن نغيرن ترزف تاياه تسد وسقدر وسايبانن والسيديني وذتشا نشرك فيهم من يبدن في المعال قاث نوم زروي انتومات ذو معاون محمد تلمداتي قار. لا العلاقات انتمت جير الدزير دكالوان الصين وان تروت من اهل وان امجر واجن دغ دزير الهند ها يكلن ويزرنين اللي لين الدزير دغن مغي تلي لاس اكد دغن الحرية دس الدرفونة كان الوق وين دغ الدزير ها ان مغي تبداد فول تيراوتن الحرية دس مضنان جوان فرنسا دغ مضنان وين كان ايدق وادي بدد ابراض جواهر لا النهرو ايديسن الدزير دغ تغيماتين تين كالن يليل يدزار دغ تقرير المصير أبدا دواجة الهند إيديس ندزار دغ الوق وين دغ يصوهين يريت إيان دغ ميديون وين الدزار سيت دغ توسقن تانغات مقرت تان الميلال دغ الحركة تان عدم الانحياز تستموس الهند إيان دغ ميدن ويتدكننين ضفر أوين تجه الدزار دغ الحركة ضفر سدر فونك اللغة وتاي ونجم التزاه التماض الصدي ستمر وين الدسين تيوض العلاقة جير دزار دكال والهند ايدقين هجن دغ تليل دبداد ويجا وغكال ايديسن دزار دغ وين دغ إهلان المنغي العلاقات انتمت ايملا جير ويغسين إيكالا دغ جننا ونرامت السياسة داقنا ضفر وين إيجا الميلال ونسمسكل أمو سناوتين دغ جننا ونصينا عاد الزراعة التكنولوجيا التغري
الهنيوين إجا ميلاليا هضن دغجننا ونتاقى إيدق واتوي الدزاير موس ند الفايدة مقرد فولواغ أكال دغجننا ونطوّن البنية التحتية للتكنولوجيا للطاقة الدزاير إيماني التليل الهين دغزهرون الموارد الطبيعية فوريرت نزهرو داسمن انواكال دات كالن ومقورنين العلاقة تاجر دزاير دكالوان هي دورت بديد غروا غاسب بشان وهرنت من هيكي تهرتن دغجننا ونالثقافة ادموسنت من أهل ونسدر فونكال الهند أبده ترتايد الدزاير هولاند غلفند السينما للأدب فولاس اللاند هرتن ويضهدنين أولاندسن وغي كان لنا سيت داغ أسم مسكل وموسنوتين يسو من تنغد العلاقة تاتلت جيريسن العلاقة تاجر وغي كان لن تمهال أرضما إدق وجن وغي كان لن منيكة الاتفاقية دغ منيكة جنانات أهل وغ العلاقة تاغتلت جير دزاير دل هند وارتبديد دغورة ممكن أن وصلان للدبلوماسية بشان تموس تمدوى التلات وانترو التوساغ دغ التاريخ الثقافة أنويغي كان لن السين الشراكة ثنية تدام سايب الدنجر نتزاير ذي الهند هزاري سقوسني قورا قريني سوري فني بانن دي من نوثني مشراع نون وليم مشراك السيسان غيرنا الحراش يتبعن ثقباني ثن الصيدالي وسرقين ندوية ثن وضاني فوحن للكونسير ذي المضادات ذيني ويست مسنية هنديث محمود جبيلي يقار أمورت الهند ذا شريكة استراتيجية ذو حريش نصناعة ندوية الشريك ثايه تبان ذوق سرقين دويات أكبانيث الحراش انه صنع دواوات يظفرنا ملوم من صيدا هالسراق ذو الدواوات مذين دواوات يقارن المضادات الحيوية ذو الدواوات وضاني فوحا ذو الانواعية بالنسبة للشراكات الهندية عندنا يعني 4 شراكات في حاليا الأولى في مجمع المدية مجمع انتيبيوتيكال بحيث ان نخدموا تما لا ماتيير بروميير تاع لي زانتيبيوتيك الشراكه الثانيه في لو سونتر دو بيوكيفالونس في لوساندي هذا مركز التكافؤ الحيوي هو ثاني في افريقيا والاول في الجزائر وشريك ثالث في صناعه الادويه ضد السرطان لي زونتي كونسيرو شيميك هذا درنا معهم 12 دواء لحد الان والشريك الرابع في رانا نديرو في مصنع تاع الماتيغ بروميير في باتنا فيه لي برودوي تاع مرض السكري والامراض القلب ماتيغ بروميير ولي زونتي انفلاماتوار صيدل الحراش هي من احدث الوحدات الجديده التي يمتلكها مجمع الصيدل لدينا قدرات انتاجيه تقدر بحوالي 40 مليون وحده سنويا خلال فريق واحد لكن مع كثرة الطلب على الأدوية قمنا بزيادة الإنتاج وتشغيل الوحدات إلى غاية 3 فرق إموسناون تمورت الهند تمدى نيثكم بانيث الحراش نصنع ندويات ثير ميذي صناعة ندووث مانيه تعد الهند سيه موري مزورة ذق حريشايا خدمة ذاقي ذق غير نصقدر نصنع ندويات نتش ذاقي ذي تزايري وصيوض انثير مينغ تزاير غرسي غالن ذي مسنون ذي قحريشايا وباش ان السور الخدمة في الجال نوصق دارا نشريك تجار نتزاير ذي الهند future products incoming upcoming in the future الهند عندها كفاءات قدمونا من تطوير ومن طرق في العمل كانت جد غنية ويعني نقدروا نتمنوها يعني نتمنوها ان شاء الله بإنتاج أدوية تكون في المستوى عدة اختصاصات من ناحية أمراض القلب ولا من ناحية أمراض الكوليسترول ولا من ناحية الداء السكري ولا من ناحية يعني لمسنا عدة مجالات ثموسني بشترني ذوق صقدر الغلث وذيالي غير 30 لنواع ندوات ذي ثرار الفيت الأسواق الداخل لدينا مضادات الالتهاب لدينا مضادات الألام لدينا أيضا مضادات السرطان لدينا عدة أدوية وصيدال حاليا وحدة الحراش تقوم بتطوير 30 منتوج جديد بشراكة مع زملائنا من الهند الجهود تي مقرانين هتيجين تمور ثنغ ذوق سقدر المعلقة ثنسي ذي الهند ذوق حريش نصنع ثندوات في الجال ورفاذ الخبرث والهند هتو عدة ساه ذا مساويس 5 يقدرن ذي همورها للجناس وذي شراك ثنت ذا مسا جرن تزاير ذي نيو دي الهيث خدمة كبانية ثن ال دي ازوا وذوق غير نصنعة ذي تيزي وزو
خدم فوض غرو سرقين التويلات الفلاحة في بريد نصنع في نجرن سدق نتجارة في بانن في السوقاغنا وزهر أبو عبد الله ثقة تصفيح ثاين وزال الصنعة الجزائرية ثمية ذي لمية سغلوزين توسيالين وزال نتاث تغاو سيد طول الزمان وصنعنا التراكتور نو فلاح ذا الحرجية الفلاح ذي دي لوزين ديازوا وذو غير النص صنعة ثنواد عيسي ذي الولايث انتزي وزو لوزين يديلو لنسي شراكة جرنة زير ذا نيو دي الهي لوزين عيس قرني في موسنا ونسي لغروزي جزائريين غرصن تجربة ذو قبريذ نوث درب ذو كون يتموكان جرنة زير ذا الهند راني هنا نخدم في كوم اوبيراتور سير ماشين في لا ماشين هذه تاع لا بليوز ندير لا بروغراماسيون تاع لا بيس هذه لا ماشين هي في سونتر ديزيناج دو تول خدم ملتي اوبيراسيون منها ديكوب بلازما ديكوب اوكسيكوباج تروح حتى ل 80 ملم وعندها ثاني سونتر ديزيناج دو تول توزيني الصناعة التبياسي الميكانيكا كنت تيزر سرقي ذم قران والسيلاي ذك صناع اللوزينايت درت عام فورماسيون مع ماهيدرا في الهند وهنا في عندنا في بلادنا في الجزائر وبدينا في الصناعة تاع لي بياس 100% الجيريان الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة هي 5000 جرار للسنة في زوج فريقين و 2700 آلة زراعية بكامل طاقتها سيتم خلق أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة يتوضى القدن وزنزين وشركة هندية 23 مليار دولار ويتلي ذي زنين 100 نتمورة يوفى ذي تزير شركة صيوضن غل الرهطي قدر النصنع In Algeria We have been present for past 15 years. غر نخا زنين 20 سوق سن ذي شريك النخ ذي ذي تزاير ذي جاي تسربان السلعة في النخ ذي جيت إلى زني يا 4000 مشتريين ذي ذي تزاير رضا في الصنعة في النخ نروج زميرا في الخدمة في ذني في اللحن ذي مضبرة نتمور ذي وسقدر الفلاح ذي جيت السوق الجزائري روزي في 10000 نتراكتورة ذوك سوق يسوري في النهضة مساء ذي مقراني هني وير لوزي نفسي وضغره تقد الناس سلعات الناس إذا وقانت صغار قدرا تجار الناس زير ذا نيودل هذي الصنعة نوزل وذميش تنو معاون دشراك في عرمن جرن تزير ذا الهند يتسدق مشروع ان الخدمة ثنو بريدن الماشينة يتقن نجر الولايات غليزان ذا شلف ست مغلين نتذامسا ذو جملي ذهي لهم من جرنة مراه سنين محمود جبيلي يقار وذمس قذما ونشريك ذا جرنة زير ذا الهند هي المبرد المشينا يتقن نامدين ثانيل الاسود سلي افتيز قرن ميات الكيلومترات ويلانو ذي قيمش واتسمير نهي لا يهمن قرر لسان بيت نتذهيل سي شريك ذا دبلوماسي في حلان جارنا تزير ذي الهند ذا المعالقة في قدران جارن سنت تمورا تجين تهيلا يذي موغو سي غالن تموسني علان ونشنين السلام وسنرني ذي شريك ندامسا ذي وديقور احنا رانا نشوفه بحاجة لما راهي ما راهي تتطور وكان على حسب ما شوكي أربع سكة حديدية وعلى حسب ما قالوا لنا بلي السرعه كانت نظن 100 ولا 120 راهي 160 وهذا يساعد المواطن باش يوصل بار اكزومبل نروحوا احنا الجي اورو كنا نديروا 6 زير ولا كنا نديروا 3 زير ولا 2 زير هذا المشروع يهم كثير الوطن تاعنا وفي اخص النقل ينقص علينا بزاف نمشوا احنا والعائلات في اريحيه وخاصه الوقت يهم كثير مع كثرة السيارات وكاع والحمد لله هذه حاجه مليحه للبلاد راهي تزيد البليس البلاد سواء في التنقل تاعنا سواء في التجاره تاعنا في تنمي الاقتصاد تاعنا والحاجه بليس راح نربحوا وقت كنا بكري كنا نديروا حتى 4 سوايع 5 سوايع الحمد لله بالك تكون ممكن ساعتين 3 سوايع باش نعقل وهران هي لا يهمني سوي الناس ان تقدر نصيوض في بريد الماشينه ذق غير نس العذي مسبريذن ذي لامان وسزرب في دقارة نتقضعي في مكاني موقن
افتزجر وهيلايا. الشركة الهندية ملتزمة بمخطط والرزنامة لتنفيذ المشروع لضمان جودة خدمات ومطابقة المواصفات العالمية في الجولان في السكك الحديدية. المشروع الهدف متاعه هو تقليص مدة السفرة سواء للمواطنين وإلا للبضائع. 7 محطات منها 6 مزدوجة لنقل المسافرين والبضائع، ومحطة مركزية ورئيسية في ولاية غليزان. الآن تصل وتيرة الأشغال إلى أكثر من 94% بعد إنجاز كل المنشآت الفنية الأساسية والقاعدية. بالنسبة للنسبة المتبقية يعني تتمنى حوالي باش بالك أن التسليم يكون في خلال الأشهر القليلة القادمة. مشروع مبرد الماشينة يل الواد السلي نتذاكم المبرد مقران يتقنن الطرف 60 مسان ويلان ذي الصقد راسي وض سود ميلقا هتواق ذي البهية وهران في كيلت في 12 نبسار دوم سلقي مقران تفريق ذا البحر المتوسط نصها ذا الهيدروجين ناباك سنة 1024 ذو قماس اللحظور يبانن نتكبانيين النفط نتمورا لجناس ذو مسنوم ذي الصهد. وذي زما من الصحراء ظهريث وسدوا موال متيلان ذما التذييلين رزمني قيطون النعزة بني صحراويين هيمي سغن سن يوم لقيا دولي نوس مذنة سدوي ذوكوين أم لقيا يا إزر شاركي عرمن نتمورا لجناس نين المذن ذي الدكاترة ذي الأكاديميين سي تفريقث لوروب وكل سي أمريكا اللاتينية الزهرة أبو عبد الله الثقر. قبريد نوسيلين الدوث انتم ضبرين الصحراء ضريض وسقد النوس المذل خدمة أكاديمي في مقوم لقيان الدوني ثنوس المذلت سداويين ذو كون الحرفات ذيك قيطون نمروان الصحراء ضريض يتحطر نقط عيث نموذ ما ونسي الدونيث. ورانا متواجدين هنا للمشاركة في هذه الندوة والسعي لإنجاح هذه الندوة ونقل الخبرة الجزائرية خاصة في مجال التكوين المهني للأشقاء الصحراويين. نروزي أن زن ثابراتي خضا يحطرن قملة قيادين نروزيتي في دوكليوين ذات مراسل أوروبا برا الناس يمعاون إذن صحراء ظهريث ذو عين الناس قسيا غلط ساونت. نوثلاي يفوس المذو كول حرفة ستماثة تقني ذما في زبرن تساوان تلعذ الجرن وذان نشني السنعاث عين ناخي وذان ذييت ذي المخيمات صحراويين. نحن هنا في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التعليم العالي على مستوى طبعا للأشقاء الصحراويين، وهذا ما يعكسه عدد كبير من الطلبة الذين يزاولون دراستهم مختلف الجامعات الجزائرية، ونقل هذه الخبرات وطبعا إلى الأشقاء الصحراويين. تمثلت نجمان تموسني نغرس القيمة الدام قرانتي وصيوض غلت مغلي يثيش تذي تمثلت نتموسني أم في الزنفلة ثنخان ثولها قسو معاون جار نتمورا مرة وصيوض غلوي حلان يجملان وذان سوحتار نخذي تعجبان خلوي نيس حراويين أم لقي فسري سوري فن الصحراء ضريض ذت يثف الحق واستعراض التجربة الصحراوية في المجالين، ولكن إغناء كذلك التجربة خاصة أنه تحضر معنا يعني وفود نوعية من الجزائر الشقيقة ومن موريتانيا ومن مختلف بلدان أوروبية مختلفة ومن أمريكا اللاتينية، وبالتالي يعني سيكون فضاء للنقاش للبحث للدراسة ولي يعني التفكير في يعني تعزيز الأسس التي انبنت عليها التجربة الصحراوية. التعيذة إذا تمان ترفتنا تموسني جانتية يا حطرا تاسيث مراد وسقدر نوم عوان ذو دوزني سوري فنتمعين تي وضان الصحراء ضريث فرات يقدر أن يتزرى ثقريت. إيه محتلة مروكي يويثي في التثرات سي شرعة أوروبي ذي هي كلتايا سي شرعة فرنسي إلا أن يستنع ثد ذيني غي هي كلتيش يتسركاس نالنظام نالمروك ذي الخدمة الناسي ثوفران الصح ورنو شاي سوملو من ميديا بارتر نغرس في الزمام نتمورا ندي مث يفضحان الخدمة ثنو الصنف بيقاسوس إلا أن يخسى التفر بلا الفايت. تفاصيل أكثر إذن محمود جبيلي. ذي تيكلي تثرارث النظام للمروك ذي بد زداثن الصح يبانن إلا أن يقوم ذي الدوري نغذي ولا تيكلي يا هيثي هدوسي شاس وغير نتسرثيث النيغسي تيكلي وين نوكذوذ
نبصح سقماس ينورر العدالة في فرنسا يلا نوث قبيل شخلاص الخذا من النظام المخزن المغربي إيوس دوري لفضيحة الناس يلا نعثنت في اللاس الجرنانات نتمور في فرنسا التمور اللجناس من يرقد الحكم نقاروس هي محكمة النقل من هضو الشكاية يلا نسرسيت المروك ذقوذ من أملوم من ميديا بارت وباش هذي للحكمية التيثي فيش تهقدر الطبضي غرضين المخزن ذي يتبداني ذس ذي الفضيحة نصن تام قرانة في توسنن سبيغاتشيس حكاية هبذو إذا الفضيحة أنه هيلا صهيوني نصن في لنخذ ميس المخابرات من المروك وذا فغر تليفونات نتقضع في نغماس ذي النشاطة ذي هموران الدونيث السيس نوذماون توسنن ذي ميديا بارت وإلا نعثن دي وما ظال باللي نوامر تليفونات ثنسن ذي الألاف من النوامر إلا التوصنثن في اللاسن سن نظام للمخزن السقاسن سن 1019 إذ سن 1020 الفضيحة نوصلنا ذوق مظال هنا عثد في اللاسة كبانيث ان فوربيدن ستوريز كبانيث العفو الدولية 16 كبانيين تنغمس تذقور نيولي سن 1021 وذي الزمام هالسرسيث ميديا بارت هو كذيس باللي الحكم العدالة في فرنسا نترباحي نتاث ماني هبين الخدم ثايا وذي حلين شاسق غير المروك وتوثيشا نتاث وحدس وهو ثاق ضعيث كبانيين تنغماس ذي فرنسا يغ يلان هالسكرة مسالتايا ويسوي حقاني في تقارنوان نتا الخدمة ثنا المخزن فوس دورين تمسالت ذو ديوسين ذي تقارنس أملوم من ميديا بارت يناد هانيا بليوسي عجاب ساس وسمين السلطات من فرنسا في تمسالتايا يلان هالتفر وهزدوري ذي الفضيحة ذو عفاس في زرفان من يوشين الدرس الصح ذي الأخلاق النظام للمخزن يورن أكتوبر نتاذيور نواكين النظام للمروك في تمسالت الصحراء نديث ماني المملكة للمروك هالسنعة الزداف ومظال في السركة سنس كل ثيكلي باليام سالتايا للصحراء غربيث همير وهو كذ باللي هو ضغر يسوي النس يجمل سو سرسي نوفو سنس فلاس انبصح الصح وإلا نعثنت فلاس يبان دسو ذم يمخالف فخلاص يرجعي لاني قهنت النظام للمخزن في تمسالتايا بدون تتموكي سنت ويور انو كثوبر ينعثد في الصح إلا نهبان ذيس المملكة صرف ضاي حنس وهمسالت من الصحراء غربيث ورعاذ وثميرش ويلقر ذق غير من القانون تسرثيث لكن التاث وثميرش بعد ذيك سلن تمور ثن فلسطيني محتلة في يتكمل ومحتلة صهيوني في غراسين الناس فوق ذوذة فلسطيني ماني ذي هلاس يتشافي قيطون اني عزاب داخل السبيطار شهداء الأقصى ذي دير البلح ذي غزة إثغوصا حرقنا مكانا ياسمة تايلان ذيس وسيدين العشرات من الشهداء ذي مجرح وزدت نواي وذاي نيقين هغراس تهيش تذوق غرباز نيعزابن ذي النصيرات ومن يستشهدن 22 الشهداء السيسن 15 لمساغر التمطوض ومن يتوالقفن اكثر من 80 يض وسيدين اواض الحساب نيموكان نيعزابن يتووثن صغروا محتلة صهيوني سيسوق بذانت هي ثايا غر 191 نيموكان وذي هي ثاني صهيونيين في لبنان هي ثانو جني عرمن استشهد ذي السنن يوذان وتوالق فنيض ذي الأنصار ذي النبطية عند لبنان وماني وثين هي مفاقين يقوران دير قانون راس العين ذي السماعية الكفار كلان دانت مورث التوريرين ينظن استمدينة الهرمل ذو غير الشرقي وذو عين سفتي ثايا إلا نهرنين مقاومة سهي ثانس ذي غدي ولبنان سسوارخ يلان هتو عدا هي ثاي وعرن سيسوغا بذانت هي ثايا و أما أني لين وضغرون قارون اتعاذني سلن ومساج جغاون الخير ذلهنا